المكنة اتغسلت، اتشال الحبال، المفروض ان احنا هننزل هنجيب الطارة بإذن الله بكرة، هننزل الحبال بتاعتنا وهنعلق تاني وهنقفل الكهرباء بتاعتنا بتاعت المكنة دي. المخرج ده، المخرج ده كده، ده اللي هيتغير الوصلة بتاعته. هنبتدي ان احنا نشتغل عليه على اساس ان دي تبقى دايرة مش هنيجي جنب منها تاني. هنتيش بكرة ان شاء الله، الطارة هتيجي بكرة بإذن الله، وهنتيش هنبتدي ان احنا نشغل تاني، وبعد كده ناخد الباراشوت بتاعها، وبعد كده نسيب المكنة دي شغالة دايرة مش هنيجي جنب منها لغاية ما نخلص المكنة التانية. تمام كده احنا خلصنا هندسة. المكنة فكينا الترس بتاعها ونزل عند المكبس، المفروض ان هو هيتكبس بكرة بإذن الله، وهنستلموه زي ما هما هيكونوا قايلين لنا، هيبلغني بكرة الصبح بالميعاد بتاعه ان انا هاجي استلمه الساعة كام. بس كده المكنة خلصنا غسيل فيها. تمام، انا عارف ان النور مش باين فيه. بس ده كده جسم المكنة، انا عارف ان النور مش باين قوي، الشحم اللي نزل والحاجات ديت كده كده كلها اتنضفت. فيها طبعا مطرح البنزين من تحت لسه بيلمع.